Number one, I would like أولاً to أود أن congratulate أبارك له you على هذه على هؤلاء اللاعبين الرائعين في النادي الأهلي. الأهلي الآن هو أحد أيقونات كرة القدم في إفريقيا. نعرف أن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي. لتكون رئيساً لنادي القرن وتؤدي بشكل رائع، يجب عليه أن يكون في أعلى مستوياته الإدارية. الأهلي هو البطل الأبرز لإفريقيا. لتكون رئيس أفضل نادي في إفريقيا هي مهمة خاصة وصعبة. أود أن أبارك له على هذا الأداء الرائع، ولكن أيضا أريد أهنئ إدارة النادي الأهلي. It's something that we cannot run away from. ولكن إدارة الأهلي لا تستطيع أن تهرب منها. تحب أن تعمل في أن ترى كيفية إدارة النادي الأهلي وترى كل القطاعات الخاصة بالنادي الأهلي وليس فقط كرة القدم. أريد أن أقابله بشكل شخصي خلال الأيام القادمة لأرى كيف يمكن أن نعقد شراكة مع النادي الأهلي ونعقد منصة شراكة على كل المستويات وكل القطاعات لنتعلم من الأفضل في إفريقيا. نحن مستعدون أن نتعاون مع الأهلي وأن نتعلم من الأهلي ومن رئيسه. أخيرا أيضا وجودك في مصر، زيارة مصر، المتحف، الأهرامات، دايما بنسأل هذا السؤال لأنه مصر مليئة بالأشياء الجميلة. هل زرت هذه الحاجات الحلوة اللي موجودة في مصر ولا لسه بقى ما تحركتش كتير؟ Yes, actually this نعم في الواقع أنا ذهبت هذا الصباح إلى الأهرامات الجيزة. كان لدي فرصة أن أزور الأهرامات وأن أرى شيء أيقوني في القاهرة. لا أستطيع أن أغادر القاهرة بدون زيارة الأهرامات، فبالتالي زرت الأهرامات وأنا أتطلع أيضا لزيارة المتحف المصري قبل أن أعود لبلادي. لذلك شكرا جزيلا على استضافتنا. مصر قد قدمت لنا الكثير وإن شاء الله سنؤدي مباراة جيدة أمام النادي الأهلي لنخلق مناخا جيدا لكرة القدم. لدينا أيضا الكثير من بعض الجماهير القادمة من تنزانيا لتساعدنا في مصر، وأيضا بعض منهم في مصر كطلاب في جامعة الأزهر إنهم يعيشون ولديهم الكثير من الأنشطة في القاهرة. أنا دعوناهم لمشاهدة المباراة من ملعب المباراة، لذلك أتمنى الجميع أن يستمتع بهذه المباراة يوم الجمعة.